طيب انا معايا على التليفون كابتن محمد ابو العلا، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا. مساء الخير يا كابتن، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير استاذ لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك. على طول انا اكيد عايز اسمع انطباعك، واكيد من امبارح للنهارده ده يعني اكيد ده كلام حضرتك مع المحيطين بيك، مع الاسره، مع اللعيبه، انت شفت ازاي الموضوع امبارح؟ اول حاجه طبعا مسي على المشاهدين حضرتك، وبستمتع بالكلام اللي حضرتك قلتيه جدا، ويمكن هو قريب من كل الاحساس المصريين، ويمكن حضرتك لمست نقاط مهمه جدا جدا هي تتلخص كمان في فكره ان ازاي مصر تعرف تحول البوصله تاني ليها. ايوه ان هي كدوله عندها الرياده دايما. خدي بالك كل حضرتك كمان اتكلمت فيه، سواء كل الابعاد اللي حضرتك اتكلمت فيها، سواء من تنظيم باختصار شديد تقدر تقول ان انت عندك صوره عالميه على الارض المصريه. الحمد لله. واجبه جدا للتوقيت الحضاري اللي موجود دلوقتي اب تو ديت. يمكن الصوره دي احنا لو ما كناش عارفين شفناها من 6 شهور في كاس العالم في روسيا، انا شفناها قريبه جدا جدا على مستوى الملاعب، مستوى التنظيم الجماهيري، مستوى الامن. في اكثر من رساله مبعوثه من خلال يمكن حفل الافتتاح، وده يمكن حاجه مش جديده على مصر. الاصعب بقى يا استاذ لبنى انك تعرفي تعملي كل ده في 4 5 شهور. يعني يمكن المفاجاه ان كان تنظيم مصر ما كانش عارفين قبلها بسنتين ثلاثه، لا انت عرفتي قبل البطوله ب5 شهور ان انت مطالبه انك تنظمي بطوله. فده كمان الرساله لابلغ بقى ان مصر عندها رياده، ومصر قادره، وعندها من البنيه التحتيه والانفراستراكشر والناس المؤهله انها تقدر تنظم ده، وعلى بشكل مميز وبشكل فيه اكتر من رساله زي ما حضرتك قلتي. اولا في بعد امني، في بعد تنظيمي، بعد مواكب للحداثه من ناحيه الصوره الجميله اللي شفناها، من ناحيه شكل الاستاد، من ناحيه الجماهير اللي بتفكرنا ب 2006 والروح اللي كانت جميله جدا في 2006. ففي اجواء بصراحه احتفاليه. طبعا كره القدم والرياضه بشكل عام هي احد قوى الناعمه المهمه جدا جدا جدا. فلما انت تقدر يمكن تصدر للعالم كله الحدث بالصوره الجميله اللي اتقدمت، من خلال كمان ان انت بتبين معالم لمصر سواء جغرافيا او تاريخيا، فبصراحه في رسائل كثيره جدا جدا فيها بلاغه كبيره قوي. وانا كمصري فخور بالمنظر اللي انا شفته امبارح، واعتقد كل المصريين فخورين. زي ما قلت لحضرتك مش اي دوله، ده بقى اللي ياكد عظمه مصر، مش اي دوله تعرف تعمل ده في 4 5 شهور. ده حد ممكن يعمله في 2 3. فقد ايه ده شيء مشرف، واتمنى ان شاء الله كمان يمكن توج بفوز امبارح في المباراه الافتتاحيه من مباراه مصر قدام زيمبابوي. اتمنى ان شاء الله يكون يعني دفعه قويه جدا جدا للباقي، وانا عندي ثقه كبيره جدا في وعي الجماهير، والصوره الحضاريه اللي اتقدمت امبارح ان شاء الله تفضل مستمره، نبني عليها ونستثمرها. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد أبو العيلة، شكرا لحضرتك. طبعا الموضوع ده هنتكلم فيه، عندنا فقرة رئيسية النهاردة هنتكلم على هذا الحدث، على الدروس المستفادة، إزاي نبني على ده ونستثمر ده. إذا كان في نتائج إيجابية الحمد لله اتحققت، وفي حاجات يعني الحمد لله شفناها، فإزاي نستغلها، إزاي يعني تستمر معانا، إزاي ده ينعكس على كل حاجة، على المشهد الرياضي، على المواطن نفسه. كل التفاصيل دي إن شاء الله هتكون في فقرتنا الرئيسية النهاردة في الجزء الثاني من حلقتنا.